السلام الله عليكم مشاهدينا، اهلا بكم الى نشرة الظهيرة تتابعون فيها. بسخيرات انطلاق واشغال المناظرة الوطنية حول الجبايات المنظمة تحت شعار العدالة الجبائية، مناظرة ستضع خارطة طريق لملائمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير والقواعد المعمول بها دوليا. في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس يؤكد أن حرية الصحافة أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. مدينة سلا تحتضن مهرجان سلا الرياضي في نسخته الأولى بمشاركة أزيد من 600 مشارك ومشاركة في رياضات الفنون الدفاعية. مستهل النشر من الصخيرات وانطلاق أشغال النسخة الثالثة لفعاليات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنظمة برعاية ملكية سامية تحت شعار العدالة الجبائية. وستضع هذه المناظرة التي يشارك في أشغالها ثلة من الفاعلين والخبراء الماليين الدوليين خارطة طريق لملائمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير والقواعد المعمول بها دوليا. وستتوج أشغال المناظرة بصياغة مشروع قانون إطار يورس برمجة زمنية لمختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي الوطني. في المتابعة خديجة زروالي، ياسين مرافق وعبد الهادي سكيوي. تحديد معالم نظام جبائي وطني جديد عادل وفعال وتنافسي ومتضمن للمبادئ الحكم الجيدة. من أجل كل ذلك تنظم هذه المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي تعقد في سياق متسم بالنقاش العمومي المفتوح حول نموذج تنموي جديد بالمغرب. فالمناظرة تحمل رهانات كبرى لتجديد النظام الضريبي ليكون أكثر إنصافا وتنافسية. كاين تحديات كبرى جديدة اللي كتفرض أن القطاع الخاص والمقاولة ينخرطوا أكثر في ديناميات الاستثمار والتشغيل والتنمية. لهذا اشتغل الاتحاد العام لمقاولة المغرب على منظور متكامل مبني على مبادئ وعلى أهداف. لدينا تعاون مع المغرب الذي حقق تقدما كبيرا في هذا المجال، فالمغرب هو الآن ضمن الدول التي تحارب الغش والتهرب الضريبي. أشغال هذه المناظرة سوف يتمخض عنها إعداد مشروع قانون الإطار حول الجبايات يتضمن المبادئ الرئيسية لإصلاح الضريب المرتقب ببرمجة دقيقة على امتداد 5 سنوات ابتداء من السنة المقبلة. تبلور في الإطار ديال قانون الإطار كيف كانت في 82 اللي غادي يوضع الأسس الأساسية أو الخطوط الرئيسية ديال الإصلاح، ثم غادي ينتج عليه بطبيعة الحال النصوص الدقيقة في كل جباية جباية. لتحقيق هذه الغاية قامت اللجنة العلمية المشرفة على تنظيم هذه المناظرة بتحديد 14 فريق عمل مهمته تشخيص موضوعي للنظام الضريبي الحالي وتقاسم التحاليل والتطلعات والتساؤلات وكذا الاقتراحات التي تم التواصل بها من جميع الفاعلين. وبعض الاقتراحات اللي سمحتي نتقاسمها معكم، أولا تنقلوا حنا بأن النظام الجبائي ما خصوش يشجع اقتصاد ريع، فعندنا عدة اقتراحات اللي تمشيو في هذا الطريق في هذا الاتجاه. ايضا خصنا نشجعوا القطاعات المنتجة نتاع القيمة المضافة وأيضا لتخلقوا مناصب شغل. وضعنا كل الإصلاحات وكل الأفكار التي اعتمدناها في إطار عدالة جبائية، أي يتحتم على الكل أن يؤدي الضريبة كل واحد حسب مساهمته وأن يكون لدى الكل الوعي بأهمية ذلك. إصلاح المنظومة الجبائية وتبني عدالة جبائية عامل حاسم في دعم الاستثمار المنتج وفي التحفيز على إحداث فرص الشغل وإنتاج الثروة. وللحديث عن هذا الموضوع نربط الاتصال بالسيد مصطفى أمان مدير المراقبة بالمديرية العامة للضرائب. سيدي، انطلقت اليوم إذن بسخيرات أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنظمة تحت شعار العدالة الجبائية، لماذا اختيار هذا الشعار؟ اتضح من خلال التشخيص اللي خضع عليه النظام الضريبي مؤخرا أن مسألة العدالة الجبائية
هي مسألة مهمة وهي التي تعمل أو ستعمل على انخراط الجميع في تأدية الضرائب. والتشخيص يعني تم التوافق عليه من طرف كل الفاعلين اللي شاركوا في تهيئة هذه المناطرة الوطنية الثالثة حول الجبايات. ما هي انتظاراتكم من هذه المناظرة في تحديد معالم نظام جبائي أحسن أداء وأكثر إنصافا وشفافية وتنافسية، وكذا وضع خريطة طريق لملائمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير والقواعد المعمول بها دوليا؟ يتضح جليا من خلال هذا السؤال أن مسألة الإنصاف والشفافية هي متعلقة ومرتبطة ارتباط وثيق بالعدالة الجبائية، بحيث أنه هذا المسألتين كفيلتان بأنهم يعملوا على انخراط الجميع في تأدية الضرائب وتوسعة القاعدة الضريبية. أما فيما يخص التنافسية، كيعرف الجميع أن المقاولة بدون تنافسية لا يمكن لها أن تعيش، والتنافسية تعني فرص شغل يتم خلقها، وكذلك العمل على تقوية وتمتين المقاولات لتنتج أكثر وبالتالي تؤدي الضريبة، وهذا هو الأمل المنشود. من المنتظر أن تتوج أشغال المناظرة بصياغة مشروع قانون إطار يرسي برمجة زمنية لمختلف مراحل الإصلاح. ما هي أبرز خطوط هذا المشروع سيد أمان؟ إذا تسنى لي أن أتكلم عن خطوط عريضة، ويمكن أن أبرزها في 4 خطوط أساسية. الخط الأول هو العمل على التخفيض من العبء الضريبي بموازاة مع توسعة القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي. الخط الثاني هو العمل على إرساء نظام جبائي مبسط لصغار الملزمين. المسألة الثالثة هي العمل على أن تكون مساهمة الملزمين بالنسبة للضريبة، بالنسبة للضريبة على الدخل بالنسبة للمهنيين، أن تكون أكثر من مساهمتهم الحالية. النقطة الرابعة أو الخط الرابع هو توجه نحو إخضاع كل القطاعات الاقتصادية وكل الأنشطة الاقتصادية في مجال الضريبة دون استثناء. سيد مصطفى أمان، مدير المراقبة بالمديرية العامة. بالإضافة إلى هذا يمكن لك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من السخيرات. شكرا لكم. في إطار التدابير الرامية إلى تعزيز آليات التواصل المباشرة بين المواطنين والإدارة وتزامنا مع شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة العمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وذلك ابتداء من اليوم. بلغ وزارة الداخلية. إعادة العمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين إجراء اتخذته وزارة الداخلية تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وفي إطار التدابير الرامية إلى تعزيز آليات وقنوات التواصل المباشرة بين المواطنين والإدارة والتجاوب مع شكايات وتظلمات المستهلكين. عن طريق هذا الرقم المختصر الموحد على المستوى الوطني يمكن الاتصال به بمختلف عمالات وأقاليم ومقاطعات المملكة باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكة الاتصالات الوطنية، إذ يمكن للمواطنين ربط الاتصال مباشرة بخلية تلقي الشكايات المختصة المتواجدة بالعمالة أو الإقليم موضع المكالمة، وذلك من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها للبيع وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وبحماية المستهلك.
وتحتسب تعريفة الاتصال بهذا الرقم يضيف البلاغ باعتماد تعريفة الاتصال بأرقام الهاتف الثابتة العادية حسب نوعية اشتراك الهاتف الذي تم الاتصال منه، وذلك دون احتساب أي كلفة أو تسعيرة إضافية. وأضاف المصدر ذاته أنه وإدراكا للدور الهام للمواطنين في دعم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل حماية المستهلك وتخليق المعاملات التجارية ومساهمتهم الفعالة في رصد والتصدي للممارسات التي من شأنها المس بالقدرة الشرائية للمواطن وبصحته وسلامته، فإن وزارة الداخلية تدعو كل شخص أو هيئة معنية من مستهلكين وتجار وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات مهنية الاتصال دون تردد بالرقم الوطني 5757 لتبليغ ملاحظاتهم وشكاياتهم وللإخبار بحالة الغش والممارسات التجارية غير المشروعة وأعمال المنافسة غير الشريفة وبباقي المخالفات المحتملة التي قد يقفون عليها والتي تقتضي حسب تقديرهم إشعار السلطات العمومية أو تدخل مصالح المراقبة المختصة. وقد تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل ضمان حسن تدبير هذه الخدمة واستقبال المكالمات عبر الخط الهاتفي المذكور طيلة شهر رمضان المبارك يوميا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 بعد الزوال، وسيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها في أقرب الأجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية. في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن حرية الصحافة أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. خالد الأحمدي. حرية الصحافة أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، فلا تكتمل أي ديمقراطية دون توفر إمكانية الحصول على معلومات شفافة وموثوقة. إنها حجر الزاوية لبناء مؤسسات عادلة ونزيهة. هكذا يستهل الأمين العام الأمم أنطونيو غوتيريس الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. غوتيريس ركز على الصدق لتنوير الرأي العام وتفادي استغلال التكنولوجيا التي تسخر في تلقي المعلومات وتبادلها لتضليل الناس وتأجيج العنف وتغذية الكراهية. يساورني قلق بالغ إزاء شيوع ثقافة الإفلات من العقاب، فوفقا لليونسكو لقي زهاء 100 صحف مصرعهم في عام 2018. من جهتها المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي تشدد على ضمان حرية الرأي عن طريق إتاحة التبادل الحر للأفكار والمعلومات التي ترتكز على وقائع حقيقية. وبمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، نظمت وزارة الثقافة والاتصال معرضا للصحافة النسائية بالمغرب، مناسبة للوقوف عند أهم المحطات التاريخية التي عرف هذا النوع من الصحافة المتخصصة. ريبورتاج حسن طبعي وعدنان الهرس. معرض يضم 18 صورة لصفحات مجلات وجرائد جهوية ووطنية تعنى بقضايا المرأة. صحافة نسائية رصدت المراحل التاريخية التي شهدها هذا النوع من الصحافة المتخصصة. اليوم نشهد معرض للصحافة النسائية. هذه الصحافة النسائية التي لعبت دورا مهما في تطوير مجال ديال الصحافة والإعلام، وكذلك في تسليط الضوء على أهم الإشكاليات والتحديات المرتبطة بوضعية الأسرة بوضعية المرأة. اللي كانت منه الآن هو أن أولا الصحافة النسائية تستمر، ولكن حقيقة لابد أنها تحتاج إلى واحد المنظور جديد، لأنه الآن اليوم عندنا تحولات حاصلة سواء في المفاهيم حاصلة في المقاربات، والمجتمع طبعا محتاج لها، ولكن لابد من جديد. محطات تاريخية انطلقت من سنة 1965 لتصل إلى عام 2012، وجسدت بكل وضوح اهتمامات المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها. عناوين صفحات ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بأدوار المرأة في الأسرة والمجتمع. و
وجهتنا الآن جلميم واختتام الدورة الجهوية الثانية لبرلمان الطفل المنظمة من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت شعار الطفل البرلماني في خدمة باقي الأطفال. على مدى يومين التأم الأطفال البرلمانيون للجهات الجنوبية الثلاث لإعطاء انطلاق تنفيذ أجندتهم بأنشطة تفاعلية لصالح نظرائهم بالمؤسسات التعليمية. روبورتاج شهاب زريو حافظ محضار وجمال الخصاصي. هذا اللقاء هو من بين اللقاءات الجهوية التي ينظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل بهدف مواكبة الأطفال البرلمانيين في القيام بأنشطة تحسيسية وأخرى تفاعلية للتعريف بأهمية تفعيل حق المشاركة للأطفال من خلال مؤسسة برلمان الطفل. هذه المرحلة تدشن دينامية جديدة بالنسبة لعمل برلمان الطفل، حيث أن الأطفال البرلمانيين لكل جهة من جهات المملكة يقومون بأنشطة ميدانية ملموسة وترابية لفائدة الطفولة المغربية، ويدافعون عن قضايا مختلفة وخاصة بالنسبة لكل جهة. بهذه الطريقة بطبيعة الحال يكون هذا التلاقح ما بين الجهات الثلاث نظرا للتقارب في الثقافات، وكذلك لتقريب المسافة على هؤلاء الأطفال البرلمانيين ليلتئموا في نقطة من بين النقاط الثلاث. كما شكل اللقاء مناسبة للتذكير بضرورة تربية الأطفال على الديمقراطية والمسؤولية وروح المواطنة والمساهمة الإيجابية في الدفاع عن حقوق الأطفال. الدورة الجهوية الأولى كانت عبارة عن دورة نظرية، قمنا بتحديد الأولويات، قمنا بتحديد أولويات التي يعاني منها الطفل والحقوق التي يجب مناقشتها ودراستها. من هذه الأولويات الصحة والصحة وقلة التجهيزات والعنف اللفظي والجسدي والهدر المدرسي. قمنا بأنشطة ميدانية حيث زرنا ثانوية التمييز التقنية، وكذلك زرنا مركز تحدي الإعاقة، زرنا الابتدائية يوسف بن تشفين. اللقاء الجهوي الثاني لبرلمان الطفل بجلميم تخللته أيضا وصالات غنائية استعراضية قدمها تلاميذ المؤسسات التعليمية، إضافة إلى عرض أشرطة وثائقية تبرز أنشطة برلمان الطفل للجهات الجنوبية الثلاث. فالميدان الرياضي احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، احتضنت مدينة سلا مهرجان سلا الرياضي في نسخته الأولى بمشاركة أزيد من 600 مشارك ومشاركة في رياضات الفنون الدفاعية. روبورتاج قائمة بالعوشي وفؤاد الحرش. كانت الساعة 8 صباحا حينما اجتمعت هذه المواهب الصاعدة في رياضة الجيدو من بين رياضات الفنون الدفاعية في هذا الملتقى، تحدوها رغبة قوية لكسب التحدي ولتأكيد حضورها وإبراز إمكانياتها التقنية على بساط التباري. الإضافة هو تشجيع للأطفال على ممارسة الرياضة، إبراز الأطفال ديال مدينة سلا في كل هذه الرياضات المشاركة في هذه النسخة الأولى. من خلال هذا الشيء هذا جماعة سلا والمقاطعات الخمس يعني كتقوم بواحد الدور اللي هو أساسي كتهدف ليه هو التنشيط الرياضي، هو تشجيع الشباب الناشئة على ممارسة الرياضة. المتعة كانت حاضرة في هذا الملتقى الذي دار في أجواء حماسية، وكان التفوق في رياضة الجيدو لفائدة الصغار وصغيرات جمعية المزرعة تابريكت، في رياضة الكاراتيه المرتبة الأولى عادت لجمعية الهلال تابريكت، وفي رياضة المويتاي الفوز كان من نصيب جمعية الذهبي حسين. البطولة اللي هي مزيانة وكيتشجع فيها الأطفال الصغار وشحال من حاجة. أنا سعيد بهذه المشاركة ديالي مع الأبطال، وهذه هي الرياضية المفضلة ديالي. هذا مولود ديال الأطفال الجامعة مدينة سلا ولا جميع الجامعات الرياضية. الآن الاهتمام والانكباب هو يصب حول الطفل، لأنه الطفل أولا. هذا المهرجان الذي يدور في أجواء احتفالية سيستمر إلى غاية 14 من هذا الشهر ببرمجة مباريات في كرة القدم لجمعية الأحياء إلى جانب منافسات كرة السلة المدرسية. بحلول شهر رمضان المبارك سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة 3 صباحا من يوم الأحد 5 ماي، كما سيتم بعد شهر رمضان إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة 3 صباحا من يوم الأحد 9 يونيو المقبل، حسب بلاغ لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة
العمومية. وتعلن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيتم اعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. كما ستمنح للموظفين والأعوان التسهيلات الكافية لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة. أما مواعيد النشرات الإخبارية على الأولى في شهر رمضان فستكون كالآتي: الأخبار بالفرنسية والإسبانية على الساعة 1 زوالا، أخبار الظهيرة والأمازيغية على الساعة 4:30 زوالا، الأخبار الرئيسية على الساعة 9:30، والأخبار الأخيرة حوالي الساعة 1 بعد منتصف الليل. ختام التذكير بأبرز محطات الخبر لنشرة الظهيرة. بسخيرات انطلاق وأشغال المناظرة الوطنية حول الجبائيات المنظمة تحت شعار العدالة الجبائية، مناظرة ستضع خارطة طريق لملائمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير والقواعد المعمول بها دوليا. في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريس يؤكد أن حرية الصحافة أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. مدينة سلا تحتضن مهرجان سلا الرياضي في نسخته الأولى بمشاركة أزيد من 600 مشارك ومشاركة في رياضة الفنون الدفاعية. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا في أمان الله.